السلام عليكم. اليوم وصفتنا هي لفائف القرفة، وصفة جدا بسيطة وحلوة هتعجبكم. هنا أني المحضرة المواد. هنا طحين عندي منخول، قرفة، ملح، خميرة، بيضة، زبدة لازم أذوبها قبل ما أبدي بالعمل، حليب، سكر عادي وسكر أسمر وزبدة أيضا، وهنا ماء دافي. أول شيء راح أسوي هو راح أذوب الخميرة بمقدار من الماء حتى يضاعف حجمها، وبعدها أبدي بطريقة العمل. أول شيء راح أسوي راح أضيف ربع من مقدار الماء حتى أذوب بالخميرة. طبعا راح أضيف تقريبا ربع كوب. طبعا حرارة الماء لازم تكون من 110 إلى 115. أتركها لمدة 5 دقائق تقريبا حتى يتضاعف حجم الخميرة، وبعدها أكمل باقي الخطوات. هنا أنا بعد ما تضاعف حجمها راح أضيف السكر. أول شيء بعدها أضيف شوية من الطحين، ملح، هنا أنا ذوبت الزبدة مع الحليب، طبعا لازم يكون دافي درجة حرارة مثل ما قلت 110 أو 115.
عندنا عجينة متماسكة. العجينة هنا اختمرت، راح ادهنها بالزبدة. راح اخلط السكر مع القرفة، نعملهم بهذا الشكل. مثل ما تشوفون
الصينية طبعا لازم تكون مدهونة. راح اتركهم تقريبا نص ساعة حتى يرتاحون، وبعدها ادخلهم بالفرن اشويهم. هاي بعد ما ارتاحوا نص ساعة تقريبا راح ادخلهم للفرن على درجة حرارة 350 لمدة 15 دقيقة. هاي بعد 15 دقيقة بالفرن، طبعا حاولوا تراقبوهم. بعد ال 15 دقيقة احيانا ياخذون اكثر من 15 دقيقة. راح اقدمهم هذا الصحن او الصينية. هذا الشكل النهائي طبقنا لهذا اليوم، لفات القرفة. طريقتها جدا بسيطة بس الطعام كلش روعة. ان شاء الله عجبتكم. صحتين وعافية.